أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أعلم أخي الحبيب أنك عندما تموت تأكد حقيقة لا مفر منها. أعلم أن الدنيا لن تحزن عليك. أعلم أن حركة العالم ستستمر، وظيفتك يأخذها غيرك، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. أعلم أن أول ما يسقط عنك عند موتك هو اسمك، لذلك سيقوله أين الجثة؟ عندما يريدون الصلاة عليك سيقولون احضروا الجنازة، عندما يشرعون بدفنك سيقولون قربوا الميت، ولن يذكروا اسمك. لذلك لا يغرك مالك، لا يغرك نسبك، لا يغرك منصبك، لا يغرك أولادك. فما أتفه هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي الآن، اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون مسكين الله يرحمه. أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أيام، ثم يعودون إلى حديثهم بل إلى ضحكاتهم. ثالثا، الحزن العميق في البيت، سيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، أو حتى سنة، وبعدها يضعونك في أرشيف الذكريات. انتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقية، وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال، لقد زال عنك المال، لقد زالت عنك الصحة، لقد زال عنك الولد. فارقت الدور والقصور، فارقت الزوج والأهل، ولم يبق معك إلا عملك. والسؤال، ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل. لذلك احرص أخي الحبيب، احرص على الفرائض، احرص على النوافل، احرص على صدقة السر، احرص على عمل صالح، احرص على صلاة الليل، احرص على حسن الخلق لعلك تنجو. إن ساعدت على تذكير الناس بهذا وأنت حي الآن، ستجد أثر تذكيرك في ميزانك يوم القيامة بإذن الله. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع إلى الدنيا؟ كما قال تعالى، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ولم يقل لأصلي، ولم يقل لأصوم، ولم يقل لأحج، ولم يقل وأعتمر. قال العلماء، ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته. فأكثروا من الصدقة، فالكلمة الطيبة صدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.